وللمزيد معنا سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بكم سيد مصطفى. بداية موقع المونيتور قال إن أحزابا موالية لإيران تطالب بنظام رئاسي للحصول على مزيد من النفوذ في العراق، لماذا تطالب الميليشيات بنظام رئاسي في هذا التوقيت؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أهلا وسهلا. الدستور المعمول به في العراق هو نظام برلماني وليس رئاسي. الميليشيات عندما تطالب بهذا تغيير الدستور المعمول به والذي أنجزه الاحتلال وعملاء، فإنهم يسعون إلى الاستفراد بالمكاسب التي يحصلون عليها من العراق، عدم يعني ترك أي فرصة لباقي الشركاء في العملية السياسية الاحتلالية. هؤلاء يسعون إلى الاستحواذ على كل شيء، وكان كل الذي جرى خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية من نهب وقتل وسرقة لا يكفي. يعني بهذه النقطة، لماذا لم يعمل بهذا النظام سابقا؟ يعني هم الآن يريدون أن يستحوذوا على كل ما تبقى من العراق وعلى كل الموارد التي يمكن أن تأتي، ولا يتركوا فرصة لأي طرف من الشركاء. هذا أيضا من جانب، وهذا من جانب آخر هو محاولة للضغط على باقي شركاء العملية السياسية للقبول بما يطرحونه وتوزيع الحصص التي يتقاسمونها فيما بينهم. ذكرت نقطة مهمة وهي الضغط. هنا هذه المطالبات جاءت بعد تصاعد الخلافات بين العبادي وبين ميليشيا الحشد. هل تعتقد أن العبادي فقد حظوظه في ولاية ثانية؟ الولاية الثانية أو الثالثة أو حتى الأولى هي نتيجة الاتفاقات بين المحتلين الأمريكي والإيراني، والشركاء في العراق أو الوكلاء عفوا في العراق ينفذون الإرادتين الأمريكية والإيرانية وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبالتالي هذا ليس خاضعا لا لأصوات المقترعين مع تشكيكنا بكل العملية الانتخابية طبعا ورفضنا لها، ولا يتم في إطار حتى المفاوضات بين أطراف العملية السياسية. هؤلاء يتصارعون كما تعلم ويعلم الشعب العراقي منذ 15 سنة على المكاسب والنفوذ وعلى مزيد من السرقات واستلاب المال العام، وهم وهذا المستوى أو منسوب هذا الصراع يصعد ويهبط تبعا لمستوى أو حجم المغانم التي يسعون للحصول عليها. لكن هذا الصراع لا يخرج من تحت أيدي حزب الدعوة. مصادر سياسية كشفت أن حزب الدعوة عقد اجتماع وخلص إلى ضرورة أن لا تخرج رئاسة الحكومة من يديه. أين الديمقراطية إذن التي يتحدثون عنها؟ وهذا المنصب لم يخرج من حزب الدعوة منذ 15 عاما. هذا المنصب لم يخرج من يد حزب الدعوة، لأن حزب الدعوة هو الأقدر على تنفيذ مشروع تدمير العراق. هذا المشروع الذي أوكله الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، أوكله لعملائه سواء كانوا سنة أو شيعة أو عربا أو أكرادا من السائرين في ركاب العملية السياسية الاحتلالية، لكن يجب أن يكون الأمر بقيادة حزب الدعوة. نعم. سواء إبراهيم الجعفري أو نوري المالكي أو حيدر العبادي، كلهم قيادات حزب الدعوة، لا يفرق أحدهم في السوء عن الآخر ولا في الجريمة حجم الجريمة عن الآخر. هذا المشروع لا يعني كما يبدو لا يمكن تنفيذه إلا من خلال حزب الدعوة، فهو الأقدر على تدمير العراق. السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لك.